لو حبايبي شلونكم؟ عيني اليوم عندي فقرة عن الزرع، بما انه كثير المتابعات يعني حبوا شلون اكو طرق مثلا بالزراعة ويعني العناية بيها. فاليوم الفيديو مات راح يكون عن عناية بأحد النباتات اللي موجودة عندي، وهنا راح نشوف يعني بيها فد شغلة صارت. يعني هنا الأوراق مالتها محترقة، فراح نشوف شنو السبب ونعالج السبب مالتها. وتعالوا وياي بالفيديو هذا. أول شي راح أقلبها، هذه يعني راح أقلبها وأشوف شنو الداخل مالتها. شوفوا هنا أنا حبايبي، هاي الأوراق يعني شلون محروقة. هاي سببين، يا أما مثلا متعطشة هواية يعني ما شربوا مي من فترة، او صاير بيها مي كثير وتعفنت من الداخل مالتها. فهسه شلون اعرف انه متعفنه او انه ما شاربه مي؟ بس راح اقلبها هسه وتشوفوها وياي. هاي تشوفون عيني هيك، بس اضغط عليه ضغطات على مود شنو تنفتح عندي، يعني بسهولة تطلع. هسه راح نطلعها ونشوف شنو الخلل مالتها. بس حبايبي بعد شوفوها هنا، بعد ما طلعتها تشوفوها يعني ما لقيت بها تعفنات، معناته انه ما مثلا مسقيه زايد وصايره متعفنه. هاي هسه السبب مالتها عندها نقص بالبوتاسيوم. فاحنا ايش راح نسوي هسه؟ نسويها خلطه للبوتاسيوم على مود حتى تتغذى بشكل احسن. بس قبل هذا راح احولها بسندانه اكبر واضيف لها هذا التراب الموجود عندي. هسه بقى عيني راح انقلها بهاي السندانه تكون اكبر، وراح اخليها من هذا التراب. هذا التراب يعني حلو بيه سماد. وهسه راح شنو هماتين ابين لكم فد خلطه يعني كلش حلوه اللي سواها للسماد، يعني فيتامينات بالزرع سواها عندكم. لان هاي من تصير هيجي من تحترق الاوراق مالتها معناتها عندها نقص بالبوتاسيوم. بس ما اشوف الاوراق، خلي يشوفوها. هاي بقى الاوراق، هاي معناتها اكو نقص عندنا بالبوتاسيوم. فبس اكملها هسه يعني ارتبها، ووراها راح اسوي لكم الخلطه مالت البوتاسيوم. هسه التراب صار كل يعني المكان انتشر التراب، ما يخالف هسه ارتبه وانظفه. بس حبايبي بعد ما مليتها بهذا التراب، طبعا هذا التراب كلش زين بيه مواد كيميائيه، مواد اسمده. انا اخذ هذا بقى الكيس مالته، يعني بنات اذا يشترون عندنا هنا بلجيكا هذا النوعيه كلش زين ورخيص، هماتين مو غالي. زين هسه راح اسوي، بما انه هسه عرفت السبب انه هاي الاوراق مالتها يابسه ومحترقه، عرفت السبب هو نقص البوتاسيوم بيها. لانه من طلعتها فتحتها ما لقيتها لا معفنه ولا يابسه، يعني لا مثلا شربه مي زايد ومتعفنه ولا يابسه، يعني ما منطيتها مي زين. فالسبب هنا عندنا نقص البوتاسيوم. ايش راح اسوي؟ انا عندي هذا هو خاص الزرع، اذا ما متوفر عندكم راح اسوي لكم هسه خلطه من مواد موجوده بكل بيت تقدرون تستخدموها. بس انا هسه عندي هذا موجود، راح اخذ من عنده قباغ واحد من عنده زين اني، وادير هذا البطل مي. وهاي بقى مسويت له هيك مثل ثقبتهن حتى ما ياذيها يعني اثناء السقي. هذا اخلي له هسه كل اسبوع مره واحده من عندها على مود شنو تتغذى بيها. يعني شلون اقول مثلا واحد مريض وننطي دواء بالضبط. هسه بقى راح اخذ واحد، شوفوا، وراح اضيفه هنا بعيني، اضيفه على لتر واحد من المي. هاي الصوره، هاي باعو.
طبعا ما راح اديره كليته، لا ادير قسم شويه من عنده، الباقي ابقي مثلا النباتات الثانيه اضيفهن كل اسبوع مره. هسه مثل ما تلاحظون راح ارشها، شلون ارشها؟ بقى خفيفه مو قويه، شوفوا هيجي. انتو دائما سووا من هذا البطل يعني موجود كل بيت، تثقبون القبغ مالته زين اني حتى يصير الرش عندكم حلو يعني منتظم، بنفس الوقت ما راح تتأذى النبتة عندكم، لأن إذا كان مو قوي ما يصون تستخدمون عموزة ما أنصحكم بيه، بس راح أعطيها كمية لأن خطيها هي كلش يعني تأذاية. وهنا أنا عندي هاي النبتة الثانية هم راح أسقيها، أنا بالأسبوع مرة واحدة أسقيها بالأسبوع مرة. عندي هاي النبتة إن شاء الله الفيديو قادم، بس يعني انتظروني بي ان شاء الله اقدمه لكم. على هذه النبته اقدر اكاثرها باعوه، لان هنا عندها شلون نقول مفرخه، هذا فرخ مالتها باعوه يعني، هذا ممكن اقدر اشتله يعني اتكاثر من عندها، بعد اكاثر بعد من عندها. وها شنو ما تحب الشمس، فما يصير اخليها يعني جوا شمس، حتى من افتح الشباك شويه او البرد اخليها يعني عليها، ما اخليها كلش على الشمس حتى ما تموت. هسه راح ننتقل للمطبخ على مود اوضح لكم شلون راح نسوي السماد الطبيعي للنبتات. وهسه رجعت وياكم حبايبي المطبخ، راح نسوي الوصفه او المحلول اللي راح يفيدنا بتغذيه النباتات. بما انه النبته اللي عندي هي يعني ناقص بها بوتاسيوم، فراح اخذ هنا قشرين من الموز، هذا القشور الموز هي راح تكون بها ماده البوتاسيوم، واخذ وياها ايضا كشور من البوتيتا هذني. بس هسه راح اسوي اثرمهم ناعم واضيفهم ويا 2 جلاصين او كوبين من المي، واخليهم على الطباخ شويه يعني مده 5 دقائق بس يغلون غلوه واحده حتى يذب الليمونه مالتها. ورا ما اكمل هذولي عندي هاي هنا قشور القشور العفو البيض، راح اكسرهم ناعم او اطحنهم واضيفهم ويا التراب اللي خليته هسه للنباته زين اني. بس راح اثرمهم ونكمل الخلطة وياكم. ما حط اللاستيك انتبهي. يا لاستيك. مو لاستيك بس هاي. هاي شوفوا عيني هسه كليتها ثرمتها وخليتها بالمي، وراح اخليها على الطباخ فترة 5 دقائق ونرجع. عندي تقريبا نخذت 7 دقائق هيجي. راح شوية امردها على مود شنو تطلع بها المواد اللي يعني هي اللي بداخلها. تطمونها اكثر طبعا. هيجي باعوا. واتركها تبرد لحد ما تبرد، بعدين استخدمها كيعني ماده مقاويه للنباتات، يعني بها وايد فوائد. هسه حبايبي هذا صار عندي جاهز، بإمكانكم يعني تستخدموه بالأسبوع مرة، تخلون من عنده كل ما يخلص سووا من عنده، كلش مفيد للنبات خاصة إذا كان يعني نبات يحتاج البوتاسيوم زين عني. وهاي مواد إن شاء الله يعني بسيطة وسهلة وموجودة عندكم، ويكون نوع من السماد يعني بشكل رخيص ومتوفر عندكم إن شاء الله. قشور البيض بعد ما اني طبعا اجمعها وشوي اجففها حتى تكون يعني يابسة احسن من ادقها، واشي يعني هاي السوائل بها كلها تنشف لازم. هسه راح اي شيء موجود عندكم مطحانة او مدقة تدقون بها، او حتى هذا الجلاس انا يعني ممكن استخدمه بعض نسب هاي الصورة وهسه يتكسر يعني. هسه بعد ما تكسر عندي بهاي الصورة تشوفون، راح اخليه بالمطحنة على مود يصير ناعم شلون الباودر شلون الطحين يصير هيجي.
شوفوا شلون صار، كلش صار ناعم. هسه هذا حبايبي تقدرون تستخدموه للتربة مالت النبات، يعني تخبطوه وياها، كلش مادة مغذية ومنشطة للنباتات، وبنفس الوقت تخليها تنمو يعني بشكل أسرع وأكبر، وتنطيها مواد كلش نافعة، لأنه قشور البيض بها يعني البوتاسيوم والكالسيوم اللي تفيد الزرع. هسه راح ننتقل للنباتات وأشوفكم طريقتها شلون راح أضيفها ويا التربة. حبايبي ان شاء الله فدتكم بهذا الفيديو، وان شاء الله انتظرونا بالفيديوهات القادمة، راح اقدم لكم كثير من المعلومات والشغلات اللي يعني الوصفات اللي تفيدكم بالعناية بالنباتات وتكاثرها، وانتظرونا بالوصفات القادمة ان شاء الله، كل شيء جديد نقدمه لكم، واي استفسار او سؤال من عندكم ان شاء الله ما نتركه ونجاوب عليه. حبايبي بنهاية الفيديو هذا أرجو منكم أن ما تنسون دعم قناتي باللايك والاشتراك إذا ما كنتم مشتركين، وتفعيل الجرس حتى يوصلكم كل ما هو جديد. نهاية الفيديو حبايبي، نرجو منكم أن استفاديتم من هذا الفيديو. نستودعكم الله، في أمان الله.